لازم لما تحس ان هو بيمسك كوره بيلف سريع، بيحط بشكل سريع في وسط الملعب. رؤى عنده ديت، بيقفل كويس، ولكن الانتقال لما الكوره بيستلمها بيلف، اعتقد ان هو بيبقى بياخد سنه وقت شويه. ولكن وجود امام عاشور مع محمد عبد الغني، محمد عبد الغني عنده ميزه كويسه جدا، ان هو بينزل في القلب شويه، بيغطي على الشكل الدفاعي في وسط الملعب كله، وهي دي اللي بيعملها واللي رؤى ما بيعملهاش. يعني رؤى دايما ممكن تلاقيه طاير شويه، ممكن تلاقيه دخل في وسط الملعب شويه، محمد عبد الغني ما بيعملش دي. محمد عبد الغني بيفضل واقف في وسط الملعب مستني امام عاشور هو اللي بيروح وبيرجع، بيغطي على كل المحور بتاع وسط الملعب. فانا شايف ان القصه في المباراه دي بالذات، لو علي ماهر تراجع بشكل كبير جدا زي المباريات السابقه، اعتقد ان هو هيبقى بالنسبه له مشاكل كبيره جدا. لان فيوتشر الميزه الوحيده اللي بتميزه هو الضغط العالي، هو الاربع او خمس لعيبه اللي قدام اللي بيشتغلوا بشكل هجومي بشكل سريع جدا. انت لو تنازلت عن الشكل ده لعلي ماهر، وقفت جوناثان، وقفت شعبان او عمر كمال، اعتقد ان هيبقى عندك مشاكل كتيره. هيلعب مين مكان محمد رضا بوب؟ يعني عنده حلول، بص الملعب عنده لعيبه كتير. هل يلعب فاروق ويخلي ايمن الصفاقسي يلعب مين؟ فاروق يبقى لازم تخلي عمر كمال هيلعب طرف، وتلعب محمود شعبان، وتلعب محمود شعبان، دي حلول كتيره. افضل امام، الافضل امام الزمالك ايه؟ تخلي محمد شعبان هو الظهير الايمن وتخلي قدامه عمر كمال. ما هو ده، دي النقطه اللي هيلعب عليها. الافضل للافضل للزمالك هيلعب لا مدافع. مش افضل للزمالك، الافضل للفيوتشر بكلم في الاول. لا انا غير الزمالك كنت بتكلم على، كان هو بيتكلم اصل دي نقطه مهمه في التكتيك بتاع علي ماهر. ازاي محمود شعبان هيقف، جوناثان هيقف، يبقى انت فكر علي ماهر ان هو هيدافع قدام الزمالك، هيلعب على سرعات، سرعات عمر كمال، هيلعب على سرعات احمد رفعت في المناطق الهجوميه، هيلعب على سرعات احمد عاطف في الهجوم. فانت هيبقى عنده المحاور الهجوميه في التحولات الهجوميه، بس مشكله في نص الملعب. هل نادي الزمالك هيقدر يقفل الهجمه المرتده بتاعه فيوتشر؟